يجيونا من ولاية نابل. الخبر الأولاني بخصوص فقدان البحار في بني خيار لليوم الثالث ولا الرابع تقريبا على التوالي. عملية البحث ما زالت متواصلة عليه، ومؤخرا مجموعة من رواد المواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة هاشتاج رضوان غارق في البحر، ومعنا عليه حتى خبر لمواصلة البحث عليه، خاصة وأنه في الأيامات الأخيرة ظهر لي البارح ولا برحة طولة تم العثور على المركب وتم العثور على دبشه، لكن هو مازال مفقود. شنعرفوا آخر المستجدات بخصوص عملية البحث هذه بعد خروجه في طقس كان البحر فيه هايج؟ حاضر معنا مراسلنا فوزي بن إبراهيم، لكن زادة كنحكيه زادة على عصابة تقوم بعمليات براكاج وسلب كانت روعت أهالي دار شعبان الفهري في المدة الأخيرة، وثم شكون اللي وصلته حتى للسبيطارات؟ ثم تقريبا زوز تزيد يوضح لنا أكثر مراسلنا فوزي بن إبراهيم. زوز راقدين في السبيطار من جرة البراكاج هذايا، تم القبض على شخص ويبدو أنه ثم مستجدات بخصوص بقية عناصر العصابة هذه. حضر معنا فوزي بن إبراهيم مراسلنا، شناخذوا معاه آخر المستجدات بخصوص الزوز مواضيع هذوما. فوزي مرحبا بك. صباح خير فتحية، ومرحبا بمستمعي راديو ماد. فعلا فتحية اليوم الصباح برك تحولنا المكان وين تفقد بحار بني خيار. بصراحة تم وشي أسف، علاش أسف؟ ما فما كان الحماية المدنية اللي باذل مجهود، ولكن زاد فما غواصين أخرين مختصين مباد بني خيار هما الأكثرين قاعدين هما يلوجوا، ولليوم ما فما حتى اثر مستجدات. وحدات الجيش ما تدخلوش؟ تدخلوا ولا لا؟ الجيش ما تدخلش. وحدات الجيش جاوا عملوا طله ومشاو، ما تدخلوش، عملوا دوره ومشاو. فما زوج مراكب من الحرس الوطني ما عندهمش حتى وسائل للغطس، لكن الغطس يصير من طرف الحمايه المدنيه اللي باذل مجهود كبير مع غطاسين أولاد بني خيار. منهم هذايا الشاب اسمه أكرم، اليوم معنا حضرنا عليه حتى كيفاش هبط، ودجا عملنا فيديو تو يهبط شويه اخر ان شاء الله على الفيسبوك نتاعنا. لكن العائله نتاعو واش تقول لك احنا لا تصل بينا حتى مسؤول، ولا جانا حتى مسؤول منهم مواطن اللي عندهم باج بني خيار يقول اتصل بعضو مجلس النواب، قالوا مازلت راقب تو بعد تو كي نقوم نجيكم. معناها حتى هذو مجلس النواب اللي باش يقفوا معاهم معناها ماهوش عطيهم حتى اهميه. هذه الحسره اللي في قلوبهم، يقولوا تو بعد تشوف فتحيه في الفيديو نتاعنا يقول لك تمنينا مسؤول يجي يصبرنا، تمنينا معناها يجي يقف معانا يواسينا، كأنه ماهوش تونسي، كأنه ماهوش ولد بني خيار. علاش؟ سؤال اللي يطرح، خاطر هو زوالي، خاطر هو ما عنده حد. معناها هذه حسره مش هما وقاعدين مساكن، قال لك كي نلقاوه الاخره ولبسنوه نبردوا امه واخواته عمته عائلته. معناها شيء اسف بالحق اليوم الصباح منظر فوزي يوجع القلب. رضوان هو معناها هذا يظهر لي اليوم الثالث من عمليه البحث، اليوم الرابع عمليه البحث. وشو اللي خوف فتحيه؟ اليوم الطقس باهي، قال لك على حسب البحاره وحسب الخبر نتاعها، قال لك ينجم العشيه يتقلب البحر وقتها ما يصعب يزيد يجرف الجثه كان باش ينجموا يلوجوا عليه. ثاني حاجه اللي هما لقاو دبشوا، لقاو جبدوا الرضيع، لقاوها على الرضيع اللي هما البارحه جابوا واحده تراكس باش هي تحفر وتطلع باش طلعت الرضيع، لقاو باش نتاعو توا اللي هذا فما غطاس واحد يتمنى يقول ان شاء الله ما يكونش معناها هزوا الكورنتي كما نقولوا احنا وحصروا بين الحجر نتاع مدخل البرد. نقول ان شاء الله ما يطلعش، خاطر كان تحصر فما قال صعيب برشا باش يطلعوه. وفي نفس الوقت هذايا السيد هذايا الغطاس اللي هبط معناها قدامنا وهبط باش يلوج نهار كامل تقريبا حتى اللعب، ويعاود يرجع في الليل باش يلوج البرا على الحرف برشا عباد باللي طورش معناها في الليل. يقول ان شاء يقول في الاصل وكما جاش محصور في حاجه راهو اطفاء اليوم، وخاصه الرابع يوم ينجم فوق الماء ونلقاوه، اما شاكين الاكثريه محصور معناها حاجه بين حجر والا شبك داير عليه فما حاجه، قالك ما طفاش نورمالمون الرابع يوم. واحنا نتمناو من كل قلوبنا ان شاء الله يا ربي اليوم
يلقاو الجثه نتاعو باش عائلته تتهنى وترتاح. هو المركب زاد المركب تم العثور عليه، معناه جرفته المياه اللي سواه المركب وتم العثور على دبشه، لكن هو مازال مفقود، وان شاء الله ربي ان شاء الله يلقاوه وترتاح العائله نتاعه وتتمان وتدفنوا وتطفى النار نتاعهم ان شاء الله. زاد لازمهم يوسعوا عمليات البحث ويوسعوا الامكانيات، نعرفوا راهو الحمايه المدنيه بتدخل ما عندهاش الامكانيات الكافيه لعمليه البحث. فما راهو فما 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 على حسب المعلومات اللي وصلتني من غادي مع الناس تعرف، قال لك فما سكانير ينجم من فوق الماء ينجموا يراو معناها سكانير، وكان يجي يعملوا به دوره ينجموا يطلعوه حتى كي يبدا بعيد في استحجر ولا حاجه ينجموا يراوه. هذا عند شكون بالضبط الماتريال هذا؟ ظفر الجهود خاطر حمايه مدنيه وحدها ياسر على فوزي. هذا عند شكون؟ عند الجيش معناها عند الجيش الوطني؟ كان عند الجيش الوطني. وعلاش علاش هما تقلقوا؟ قال لك نورمالمون راهو الوالد دخلت وراهي كلمه الباك تعرف الجيش معناها يلزموا واحد راهي كلمه وزير الدفاع واحد قال لك الوالد ما تحركتش بالكل وما معناها ما جاتش معانا وعندهم نوعه كبيره على المسؤولين. قلت لك انا منهم الواليه منهم اعضاء مجلس النواب منهم واحد قال لك ما جاوناش حتى واحد ما عدا احمد الطيبه رئيس معتمد دار شعبان وبني خير بالنيابه الوحيد قال لك اللي جاء وشافنا وباقي كل ما فما حتى واحد. ان شاء الله ربي يسمحهم الاخبار وعلى الاقل يلقاو الجثه كما قلت باش العائله دونك ترتاح وتتبرد وتطمئن وتدفنوا. سينو نمشيو للاخبار الثاني اللي من دار شعبان الفهري. فما وقع مده تقريبا عندها فما اسبوع العباد قاعده تتعرض للبركاجات من طرف زوج ولا ثلاثه من الناس في شيرة بين القنطره نتاع دار شعبان وسيد عمر وين سوق التبن نقولوا احنا. منهم زوج انفار معناها واحد تو هاني في المستشفى مازال راقد في المستشفى محمد طاهر معموري تعرض الى ضربه تقريبا شيرة القلب نتاعو معناها وصل حتى باش يموت. وبارح في الليل وقت اللي تم القبض على بعد نرجعوا للتفاصيل لقيته في مركز الامن الوطني في سيدي في بير شلوف على عكاكس مازال خرج من السبيطار مضروب زاد في زوج ضربات في ساقه اللي مسكن توا بالعكاكس معناها يمشي. هذوما زوج اطراف واحد تشد عنده تقريب جمعه تم القاء القبض عليه من طرف اعوان مركز الامن الوطني بدار شعبان الفهري والبارح الطرف الثاني تم القاء القبض عليه من طرف فرقه الامن العمومي. والحاجه الباهيه اللي فما مواطن هو قاعد يتبع فيه هو اعلمهم وهو اللي يشدوا معناها شوف معناها هنا المواطنه وهنا نقولوا احنا دور المواطن دور المواطن كبير مش يراه يقول فق عليها يخاف. معناها وليد جون البارح حكيت معه في المركز وليد جون قال لي هذاك واجبي انا عرفت شكون هو تبعته وكلم عليه الامن جاو الامن معاه هو ديجا وقت طمن على الامن شدوا جاو الامن هزوه معه. وهذه معناها تحيه شكر الشاب كيف هذا معناها مش احنا فما ناس تحيه يرى يقول فك عليا فك عليا وكان يدور علي يضرب لي لكن لا ما تبعوا شوفوا واحد واعلم عليه الامن باش يشدوا خاطر المواطن عنده دور كبير 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 في الحكايه هذه خاطر دوره كبير لانه هو المتضرر بطبيعه لهذاك علاش اللي لازم يتدخل في مواضيع كيما هذه واي معلومه تجي يقدمها ديريكت للسلطات الامنيه هاو بتعاون مواطن معناها عادي بسيط جدا نجموا يلقيوا القبض على العصابه هذه اللي دخلت الرعب في قلوب المواطنين في دار شعبان الفهري وعباد راقده في السبيطارات في جرتها معناها حالتها خطيره. فما زوز دخلوا السبيطار وواحد اخر طرف اخر معناها البارح نحكي معاه خاطر واحد ايش يقول لي معناها لولا الطف الله معناها لولا الطف الله قال لي كان ينجم يقتلوني معناها انا وصل الموت معناها بتشوف انت معناها انت وين وصلنا درجه شنو ولا وما عندهم سوابق قاعد ليه راهم هاي الحجايه مازالوا جدد في الميدان معناها مازالوا اول تجربه معناها اول تجربه بالترويع نتاع المواطنين هذوما بالترويع المواطنين باش يقتلوهم اصلا انا اللي في السبيطار قطوا ربي ان شاء الله ربي يخرجوا سلامات ان شاء الله انا نتاع موت معناها ضربه نتاع موت. تحيه للمواطن اللي كان متعاون هذا وكيف كيف زاد تحيه لاعوان الامن وشكرا لك انت زاد مراسلنا فوزي بن ابراهيم اللي في كل مره تعطينا المستجدات بخصوص اي مواضيع تهم كسوا لهنا مدينه نابل والا غيرها من المناطق. دونك نحاولوا ديما في مواكبه مستمره للاحداث اللي تهمكم وتمسكم انتوما مستمعينا. دونك الموسيقى راجعين بعد شويه كالعاده استناو سحروره في فيلكم.